السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم نعاودوا فانيك نجيبو لكم تقرير تاع قناة بيان سبور، نضربها تاع الخرجة تاع ماجر تاع الو بورتو، وين دارت سخرية كبيرة، وين حتى بي بي سي وين تكلمت عليها في الجزيرة، تكلموا عليها جزيرة سياسية، جزيرة رياضية، قاعد تكلموا عليها المفتيين السوديسي وهدر عليها. المنتهية أضحوك، ربي دارك أضحوك، ربي دارك الناس تضحك عليك، ربي خلاك الناس تضحك عليك، خاطش على واش درت ما درتش حاجة مليحة لبلادك، مالغري بلادك مدت لك ديتو امتيازات، من الجزائر دارت لك اسم محرز، محرز ما قراش البلاد وديلو اسم، ما قراش الاعلام، الاعلام كاع كنتو ضده. شو قال الاعلام كنتو ضد رياض محرز، ما كاش اللي يجي يقول لك كاع كنتو تروحوا لديك ذاك الحجره تاع الثعالبه هذيك وتكماصاو، كاع جايين مع بالشيخ، بالشيخ يقطعوا، انت تقولوا سي فري سي فري، رانا لا راني معاك، كاع كنتو كاع ما كاش محرز هو اللي صنع، محرز هو الدرابو تاع الجزائر. بغا شوف نقول لكم هذه اللي بغاها ما بغاش محرز. شوف بسبب محرز كان يقول لك، كانوا يقول لك حنا معروفين، واه معروفين، كاين اللي يعرفونا، الدول اللي يعرفونا، بغينا نلعبوا 2010 مع انجليز، لي زونغلي قلنا لهم، قال لك ما نعرفوش الجزائر وين جايه، لي زونغلي 2010 عرف كاين بيان سبور، تقرير تاع بيان سبور دايرين تعرف الجزائر، واحد يقول له في الاسترالي، واحد يقول له جايه في الهند، واحد قال جايه، بصح اليوم محرز وين ما تروح يعرف، تقول له ماريز يقول لك الجيري، كي تقول له ماريز يقول لك الجيري، ما درابو يدور في الموند. البنت تاع البارح الموند، كرة الأرضية الناس اللي كانوا دايرين حرب حبسوا، قال لك حبس، هاي كاينه حاجه، سمعوا بومبا بومبا تكلمت مونت كامل سمعها، حبس قال لك شا كاين، حبسوا الرصاص 90 دقيقة محبسين الرصاص، تي ماشي باغي يمد بلادك، يبهدلوا فيك دروك. اسمع هذه قديمة هذه، اسمع. مرة أخرى يتسبب رابح ماجر مدرب الفريق الوطني الجزائري في موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات دافع فيها عن نفسه لكنها انتهت بهاشتاغ ساخر بالعربية والفرنسية، هذا الهاشتاغ اسمه ألو بورتو، أشعل المنصات والمواقع الجزائرية في معرض تدليله على قدرته الكبيرة في جلب لاعبين دولي جزائري. قال ماجر: اتصل بي نادي بورتو وطلب مني عدم إرهاق إبراهيمي كثيرا في مقابلة الرياضية ضد أفريقيا الوسطى، لكن في حالة حاجتي إليه أنا أيضا لا أتردد في الاتصال بنادي بورتو. هذا ما سيقوله ماجر. ألو بورتو، نحتاج إبراهيمي، أنتم ما عندكمش مباراة، أنا عندي مباراة مهمة، أعطوهولي في الحقيقة أن ماجر تكلم مطولا وهاجم منتقديه ومن يشككون في أن المنتخب الجزائري مهدد بنتائج ضعيفة وهزائم متكررة. ماجر قال: المنتخب في أياد آمنة وسنرسم البسمة على ولكن مقابلة المدرب الجزائري كانت محل اهتمام الصحافة الجزائرية بشكل ملفت. هنا مثلا عنونت صحيفة الخبر: ليتك لم تتكلم يا ماجر، وقالت إن المقابلة لتلميع صورته في وقت يعيش الرأي العام حالة غليان بسبب ماجر. ماجر عين على رأس الفريق الجزائري مدربا في أكتوبر تشرين الأول الماضي، ولم ينل رضا الكثيرين بسبب النتائج الهزيلة التي حققها في فترة تدريبه الأولى. هزيمة الجزائر أمام إيران بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي كانت القطرة التي أفاضت الكأس، خسر ولكن ماجر عاد مرة أخرى يدافع عن معك. نفسه بالقول هذه المرة: لست ديكتاتور، كفوا عن الإشاعات، ما يتردد يمينا وشمالا لا أساس له من الصحة. ولكن يبدو أن تصريح ماجر يعني بأن الفريق الجزائري بين أياد آمنة استفز المعلق الرياضي المعروف حفيظ الراجي، الذي كتب متعجبا وعدد في مقال مطول على موقعه الرسمي أخطاء ماجر. المقال بعنوان تعجبي طبعا: المنتخب الوطني بأياد
آمنة. أما بالنسبة للأكاذيب والإشاعات فيقصد ماجر ما نقلته الصحافة من أنه استفاد من أراض واسعة على ما يبدو على ساحل مدينة الجزائر لإقامة مشروع تجاري، وما نقل أيضا من أن نجله الذي يدير صحيفتين رياضيتين استفاد من الإعلانات الحكومية بشكل تفضيلي. ماجر رد على هذه الاتهامات بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة. ماجر تسبب في جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان موضع سخرية وانتقادات بسبب غضبه من صحفي، وذلك في الموقف الذي انتشر في هاشتاغ تزيفو. نتابع. Écoutez les gars, CG, du respect pour vous. CG, du respect pour vous. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Prenez votre retraite. Laissez la place aux jeunes. ولكن كيف تفاعل المغردون ومستخدمو فيسبوك مع هاشتاغ ألوبورتو؟ كيف؟ أكيد بسخرية. نتابع بعضا من المنشورات التي يحملها هذا الهاشتاغ. ودي هذا اللي راح قال لهم، هذا اللي قال لهم آدم الوناس. في آدم الوناس دقدق آدم الوناس مزية عاود رفرونا، تبعوا بوداوي دقدق، تبعوا عطال دقدق، تبعوا راخو اسم بن عمري دقدق، تا غادي يروح يلعب في قطر القطري، يعني وي ما راحوا دقدقوا الغاشي، واللي تبعوا دقدقوه بزاف. اودا وين ساعة وين قال لهم وين ماجر أسطورة ولا نقاش في هذا. لكن نظرتي إلى الكرة الجزائرية ونجوم المنتخب الجزائري وكوت جماه بالماضي فيها نوع من الاستصغار والتقزيم، وهو ما يتعرض مع كون المنتخب الجزائري بطل إفريقيا وبالماضي رابع أفضل مدرب بالعالم ورياض محرز نجم رقم واحد في السيتي، من الأمور التي تجعلك تستغرب كثيرا عندما صرح بعد كأس إفريقيا أن الجزائر توجت بكأس ولكنها ليست الأفضل، وإن محرز ليس اللعاب الكبير ويوجد في البطولة الجزائرية من هو أحسن منه. والله يا أخي يا ودي والله العظيم ها واش بديروا بصاروا هذه هذا 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 ما خلقونا ما خلاونا الاعلام اللي جابوه كان عنده هذا وكانوا دايرينه شخصيه وطنيه. ماجر تلمو كذاب منافق، باش يكون على بالكم كذاب ومنافق. على بالكم باللي ماجر من 2008 هو رئيس مكتشفين المواهب، ما اكتشفش ذبانة ما جابها شي، ما جاب والو، ما اكتشف والو. 12 عام هو خدام ودايرينو شخصية وطنية. في 1999 داروه شخصية وطنية. من الفم هذا شخصية وطنية؟ هذا خدام كان في الوزارة، خدام كان يخرج علينا يقول لهم كاش لي عيط لي. هو كذاب وستا مونتير. شوف اليوم والناس فاقت بيك، صايك فاقوا بيك بهديلة، فاقوا بيك صايك ما عييت عياو ماجر 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 بصح صايك سيبو قاعد تشوفها. مصطفى عياو عينا يا مصطفى، الليل يا ليلى يناديني يا مصطفى، ما كاشي داروا لك مصطفى بلا حدود، ما كاشي داروا لك مصطفى مكاشي صعبة مكاش. تصريحات تاعك الناس فاقت بيك عافوك. هذاك بيومي قال لهم يا ودي، قال لهم ليكيب ناسيونال الجزائر، قال لهم والمدرب مكلاسي كاتريام هو مشي باغي يستعرف، خاطش علاه جماعة معاه باينة يقول له لا يا أخي لا يا أخي بيومي، باينة بيناتهم يهدر يقول له كيما ماشي لعابة هذو كاع غير نتوما راهم خالعينكم. بينا مبهدلنا في الكواليس، بينا مبهدلنا الله يبهد لك، بصح راك مبهدل شي قد من هذه يا ود عمي. تولي شخصيه مكروهه لدى في بلادك، هذه ما هي زعاق على بالك، تولي مكروه في بلادك ما هي زعاق سي محمد. والله ما والله عيب على بالك، عيب كبير على بالك، تبهديله على بالك. خشتي لا مكروه في بلادك ولا مكروه في بلادك سي محمد، سيلا مكروه في بلادك ولا عيبة كبيرة. باش تايا تنكره 41 45 مليون كرهاتك
خلي قلع دار مختك وقلع منا، خوك ما يبغيكش، انا على بالي خوك ما يبغيكش. ها هذا راك مصالو صاي، اللي كانوا يحرشوا بيك وكرهوك، اللي كانوا يحرشوا بيك وفاقوا بيك، دونك هذا بيومي غادي ما طيش تتقابلو هو يقابلك. صاي انت في بلاد يقول لهم شكون جاي؟ لا يقول لهم لا يقول لهم هذاك هذاك محسد هذا، يقول لهم هذاك لا خسر خسر الصوره تاعي مع الجزائريين، يقول لهم الجزائريين يبغوني انا نروح نخسر الصوره تاعي. كمام هذاك بيومي لا يشكر الجزائر، الشعب الجزائري راه يشوف، راه يشوف كمام ويبغي محرز ويبغي منا الناس يتشوف. قال بقاو لك لاكاش تروح تكذب، بقات لك الهند، بقات لك الهند، بقات لك باكستان، اوس باكستان، هذو اللي بقاو لك روح كذب عليهم.